البطاقه باش الناس اللي ما مسجلينش يسجل المطبوع ويجي يدفعوا هنا للبشويه باش يحصل على هذه البطاقه، واخا حتى هذيك البطاقه لا تزني ولا تغني من جوع. وكذلك كيطالبوا الناس باش يخلصوا واحد النصيب، حنا طالبناهم باش يعطينا حتى نخلصوا داك الشيء ديال داك النصيب اللي كيعطيوه، لان الناس ما بحالهم مقطعين ما عندهمش. وهذه الاحتجاجات جاءت يعني تمر لهاد المسائل هذه. وبغيتكم في التالي باش نختم باش تاكدوا باننا طلبنا وهضرنا يعني باستماتة على كل الحقوق بدون تجزيء وبدون يعني التركيز على حق دون الاخر. وكنتمنى ان شاء الله التوفيق. ومسألة تاع شهادة الضعف، ربما شهادة الاحتياج او شهادة الضعف ما غاديش تبقى، ولهذا خص اللي مازال ما مسجلش في بطاقة رميد يمشي يسجل، ومزيد من النضال ومزيد من الصمود. وتحية نضالية للجميع وشكرا لكم.